طبعا الرسالة دي لكل مدرب لكل ولي أمر. مساحة صوت عالي يلا هوب دي كده مساحة نسأل دي كده عصاية مساحة لو نجد الكراسي زي احنا مش عايزين نعمل غلط اوكي يلا كده 11 بس يعرف ده 11 زي المفروض يلا ماشي يلا يلا تغرب لك ده مش عارف السعوديه شايف الكوره عموما دي كده صح عاش يا بطل ولما نيجي نتعلم طبق ربط رجلين نجيب معاه امثله بسيطه قوي عشان يقدر يفهمها ما تجيبلوش حاجه مجعلصه قوي ان هو ما يفهمهاش لازم تجيب له لازم تجيب له حاجه بسيطه خالص ما يقدر يفهمها مساحه عصايا مصاصه اي الكلام ده لازم تفهمون واحده واحده اوكي جيمي فاير مش انت شطور جامد لا احنا بنيجي من اليمين لا من اليمين هاي فايف يلا هاي فايف ايوه كده يلا بس نتجرب عايز تروح عند السلم كل ما يعمل الطفل حاجه صح لازم تكافئه يا اما بحاجه حلوه يا اما حاجه هو راغب فيها عايز تروح فين تخش مدرسه ترجع عند السلم براحتك عيش يا راجل عاش قوي اتشقلب بقى على راسك 1 2 3 جو يلا عد بقى عجله عد عجله يلا عد عجله وايدك جوه الميه ماشي ايدك جوه الميه يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 4 25 26 27 28 30 ده لسه ما شاء الله يكمل كمل تاني يلا خليها دقيقة يلا خليها 1 مينت يلا كمل يلا كمل بص فوق يلا 1 2 3 4 5 6 على هنا 7 8 يلا تعال 9 10 بص فوق 1 2 3 4 ايدك جوه المية بص فوق 7 8 9 10 يلا 1 لسه 9 10 واحدة يلا 1 2 ابعد عن الحبل يلا 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نسأل أبوه بقى بتقعد قد إيه في المية؟ أنا ما كملتش 5 ثواني جيب فاي عايش يا بطل يلا ايه لازم يكون عندك صبر لطفلك ماشي ان كنت مدرب لازم يكون عندك صبر للسباح بتاعك ان كنت ولي امر لازم يكون عندك صبر لابنك تمام هياد من الاطفال العنيده جدا فوق ما تتخيل يعني عنادي بطريقه غير ممكن عيطت بعدك بالدماغ الاخر تمام هو بس محتاج ليونه شويه في التعامل يعني تلعبه شويه تجيب له حاجه حلوه تجيب له مثلا
لعبه يلعب بيها، الحاجات دي كلها الاطفال كلها واحد، كل طفل دماغه واحده، محتاج ليونه بس مش اكتر، لكن من غير عصبيه من غير زعيق الكلام ده كله. يا طبعا ما كانش يعرف اي حاجه، دلوقتي ما شاء الله عليه بيقوم ضربات رجلين زي وزي الكبار، تمام، نفس الاداء بتاعه نفس ضربات الرجلين، بيعمل عجله، بيعم بينام على ظهره، يعني الحاجات الصعبه جدا هو ما شاء الله بيعملها وسنه صغير بسم الله ما شاء الله. بص دلوقتي لو قلت له اعمل ستاربك، اعمل ستاربك كده يا يلا، نام على ظهره، يلا افرد رجليك وايديك، لا لا ستار 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 نجمه يعني، يلا رجع راسك خلي ايدك كده اهو، بيعملها سهله جدا. وعلى وشه برده نفس الكلام، يلا على وشك، لا من غير نضاره، يلا غمض عينك هوب، لا من غير ضربات رجلين يا بطه، من غير اوكي، يلا 1 2 3 جو. الموضوع سهل جدا بس محتاج صبر، يلا جيب مي فايف، نلبس النضاره ونعمل ضربات رجلين اوكي. امسك الستارت طب اهو، يلا هات راسك، احسن حاجه بقى انك تعلمها لاي سباح ان هو ما يستغناش عن النضاره بتاعته ابدا. تعالى استنى، تقدر تستغنى عن النضاره؟ انا عايز النضاره بتاعتي. يلا اوعى رجلي، يلا تعالى تعالى، دلوقتي هنعمل ضربات رجلين اوكي؟ يلا اجاز ضربات رجلين، ايدينا 11 ورجلينا كامل 11، جو يلا وطي راسك، وطي راسك يلا كمان كمان، وطي راسك هوب، وطي راسك كلها، يلا تاني وطي راسك كمان، اذا القطه فين؟ يلا وطي راسك هوب، برافو خد نفس يلا كمل يلا الحته الصغيره دي، جو جو جو، وطي راسك برافو، جيب مي فايف، اهم حاجه لازم يكون عندنا صبر جميل كده عشان نطلع النتيجه الحلوه دي اوكي. يلا تحضني يلا الكابتن، اي يلا باي 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 صاحبي، بوس باي باي، يلا جو جو جو، يلا باي باي، روح خد ولا سلم.